هذه مباراة نهائية حكمت فيها كرة ثابتة، كانت يمكن المباراة ما كانتش مفتوحة بشكل كبير يمكن في آخر الماتش. دخولنا في المباراة ما كانش ممتاز، أعطينا شوية هدايا للزمالك ونخليناهم يضغطوا علينا أكثر، وحتى خروجنا معناها بالكرة ما كانش ممتاز، كان عندنا شوية اضطراب يمكن في خروج الكرة. بعد خلقنا يعني فرص على غالب، ما سجلناش، كانت فرصة واضحة للبول، كانت بعد في الشوط الأول تسديدات على المرمى ولكن لم تكن مؤطرة، ثم لقطة ضربة الجزاء اللي تطرح استفهام كبير بالنسبة لي، أنا كنت مشاهد فيها في الوقت الحالي. أنا مانيش مختص في التحكيم، ولكن على الأقل كان ممكن الفار يستدعى الحكم ويثبت منها وياخذ منها رأي، وتعاد اللقطة في التلفزيون باش كل واحد ياخذ حقه وتكون في طرف النزاهة والشفافية.